Alors, أنا مرأة وباحثة جامعية، يعني هاد نقدر نبحث في أي موضوع تمس الإنسانية. أنا تنتكلم على المرأة وبحثت في المرأة لأنني مرأة، ولأن الموضوع يهمني والقضية تهمني، واشتغلت في البحث ديال أطروحات الدكتوراه على المرأة، وتنفكر لأنني فاعلة في المجتمع، كيفاش نزيدوا بهذا المجتمع القدام، كيفاش نساعدوا هذه المرأة باش تخرج من المعاناة النفسية اللي هي تتعيشها بطرق علمية وبدراسة علمية موضوعية اللي اشتغلت في الميدان عن طريق منهج الإكلينيكي وتتبع الحالة. دونك هذا موضوع اللي تهمنا كاملين وتمسنا كاملين، وما كاينش علاش غنخافوا شي حاجة تتهم المجتمع اللي في صالح المجتمع. ألوغ الكتاب بدا من سنوات هذه وأنا تنفكر فيه، لأنني اشتغلت في الأطروحة ديال الدكتورة على هذا الموضوع. من بعد بديت تنفكر ما بعد الأطروحة، يعني شنو باش غنقدروا نفيدوا هاد النساء اللواتي تعاني من الأمراض النفسية. يعني هذا هو موضوع البحث ديالي، واللي تلتجئوا لطرق العلاج التقليدية، كيفاش نساعدوهم باش على الأقل يعرفوا هذيك المعاناة ديالهم، يعرفوها، يقول أنا مريض، أنا مريضة، كيفاش غنقدر نتعالج وشنو السبب ديال هذا الشيء. دونك لهذا خرجت الكتاب وسميته لا فوا دو لا غيريزون، يعني الطريق الى الشفاء، واحد الطريق مليء بالاحداث، وفي الاخر تنتوصلوا لواحد نقطه الوصول اللي غادي تفاجئنا وتفاجئ القارئ، اللي بين يدي المراه وما تتشوفهاش. التقييم الحالي ديالي هو ان المراه تتعيش واحد القفزه نوعيه، وكاين هناك تطور على مستوى القوانين، هناك تطور على مستوى المؤسسات، ولكن يجب أن يوازيه تطور نفسي. يعني أن المرأة يجب أن تشتغل على نفسها لتعي بحقوقها ولتعي بمشاكلها والمعاناة النفسية، لأن حق الاشتغال ديالي هو علم النفس الإكلينيكي والمرضي. بالعكس، ما ربطش المعاناة ديال المرأة بالآخر، بل ربطتها بأنها عندها مشكل في حل هاد المشاكل ديالها. الآخر هو دائما موجود في جميع الثقافات وفي جميع الأوساط، الآخر موجود، فكيف تتفاعل المرأة مع هذا الآخر، وكيف تنظر إلى الآخر، وكيف تنظر إلى معاناتها النفسية. أنا لم أقل أن الآخر هو دائما موجود، ولكن هي اللي حملتها المسؤولية باش تراجع نفسها وتكتشف شي طاقات عندها وهي ما بقى ما شافتهمش.